ليش عم تسألنا عن أبو غالب؟ لأنه آخر مرة كان بالحارة هون، وبعد منه ما عاد حدا شافه. وشو كان عم يعمل آخر مرة عنا بالحارة؟ كان معنا بالتعزاي، تعزاية عمتي مرضوان، وتأخر طلته من عنا. احكي له يا أبو شاب، احكي له لما شفته لأبو غالب كيف كانت حالته. إيه ليلتها كان مدودخ دودخة، سكران لمطفي، وحيط عم يشلفه وحيط عم يسلقي. شو الحكي؟ يا أبو غالب ما بيشرب بنو ولا بيدوقه ولا بطير ريحته. ها؟ قلت لي لا بيشربه ولا بيدوقه ولا بيطير ريحته؟ سألني لي زعيم، إيه بعرفه مثل ما بعرف حالي. وأنت يا ترى كمان مثل حكايته ما بتدوقه ولا بتعرف شو ريحته؟ أنا يعني هيك بتسلالي بدح هذا حيل، هيك بتسلاي مع رجال. ها؟ قلت لي رجال. بيت المرحومة شو ناوي تعمل فيه؟ لأنه أبو شهاب ناوي ياخده ويخزن فيه قمح وشعير. هو البيت ما بينعز عن أبو شهاب، حاكم أبو شهاب أخي وحبيبي، حتى أبو عصام طلب مني يشتريه، بس بهالفترة مالي ناوي بيعه، مالي بهالوارد بنوب. وبتعرف يعني البيت بريحة المرحومة الله يرحم ترابها. ما قلت لي شو بدك تساوي فيه؟ بدي أتركه سيدي هيك فاضي. يلا بدكم مني شيء؟ سلامتك، الله معك. ايه أود عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما تعود. يا خوف قلبي، بكرة تجر رجله على الحارة ويقضي لي إياها سكر وعربدة بهالبيت. لك شو يعني؟ إذا ورد بيت من عمته عنا بالحارة نسكت له ويعمل فيه شو ما بده؟ لا وشو؟ صاير عم يسهر معه ويلازمه ورجله على رجله للإيدعشري. إيه مو أوطى منه لهاد إلا الإيدعشري. طول عمره بياكل من الصحن وبيتف فيه، ملحه على ديله. شوف كيف ترك حارته، راح حط إيده بإيد واحد من برات الحارة، لا وشو؟ عم يشلي على أهل حارته. إيه مالك علي يمين إنه ما عم يروح من بالي. وإذا قصة فتح الدكاكين اللي صارت ما كان وراها هالواطي أبو النار والإيدعشري لحرم أمشي بين الرجال. روّي أبو شهاب، روّي. صدقني ما رح يضل شي مخبى، وإذا الله راد رح نعرف كل شي. دمرية ترى شباب، أنا رايح خبر الرجال بسرعة. لا خبر الزعيم هون. سلاح عنا بالحارة ما في، وإذا بدكن تفتشوها ما رح تلاقوا شي. وإذا أصريتوا على تفتيشها غرف الحريم بالبيوت ما بتدخلوها نهائيا. نصيحة مني عشان تطلعوا من الحارة سالمين. معقول يفتشوا الحارة؟ حتى لو فتشوها شيخي، هنن بيعرفوا حق المعرفين إنه الحارة ما فيها سلاح، واللي معه سلاح يا سلموا بالسبعة وعشرين يا ودلوا لرجال الغوطة أو الجبل. لكن ليش هالرزالة تبعهم؟ ما بدون حدا يرفع راسه قدامه. اللي سمعته أكبر من هيك بكتير. خايفين حدا من الحارة يفوت سلاح للحارة ويخبيه، وعند اللزوم يطالعوا. معناته وصلتهم إخبارية. الله وكيلك الإخباريات كلها منهم. على علمك عقيد، السلاح منين عم ينجاب؟ مو منهم؟ دود الخل منه فيه، يروحوا ينصفوا حالهم بالاول. سلام عرجال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو عصام. يا مرحبا. أهلا بالعقيد. يا أبو عصام، كيفك شيخي؟ شو أمرت عند مني هذيك؟ لا بعدين أبو عصام، بعدين. خير إن شاء الله، قلي. لا ما في شيء أبو عصام، كان كمشي الوتاب وجيت لعندك حتى تفك لي إياه. سيدنا مالكم رايحين على المولد بيت أبو سمير. ما بصير منروح شيخي. هذا الرجال مكلف حاله وعازم كل أهل الحارة كبير وصغير. ايه والله زلمة ماله بقصر بنوب. وشا؟ أمور زعيم. بدي اياك كل ما صارت لازمة أو جمعية رجال بالحارة ما تفضل حارة من العيون، بدي عيون هون وهون وهون وهون. لأنه لمعلوماتك هذا الحارس الجديد أبو ماجد ما
ما رح يقدر يحرس الحارة بيت بيت وزقاق زقاق. مشان هيك بدي تكلف كم شاب يتجولوا بالحارة لبين ما تنتهي السهرة. ما بدي يصير مثل ما صار يوم سهرة أبو ديبو. لعيونك زعيم، أنا هلأ رح أوكل عبدو ومعتز بهذا الموضوع. لايك لك فكرة. إيه الحمد لله هلأ ارتحت. وإمتى النقلة الثانية بإذن الله؟ حسب الهمة زعيم. بهالكم يوم رح نعمل مكوك أنا وصهري أبو عصام على زعامات الحارات ونشوف شو لمو مصاري. صحيح أبو عصام ما شفته اليوم، إله بالعادة يمر لعندي الصبح ويسلم علي. بقى شو قلتي عمي؟ أنت أم العروس ولازم أسمع رأيك. معقولة يا عمي؟ معقولة بدك تسمع رأيي؟ أنا ما قلي رأيي من بعدك، الكلمة كلمتك والشور شورة. ما بيصير، لازم تقولي رأيك. صحيح أنا قريت فتحتها مع أبو عصام، بس أنت كمان إذا في عندك شي بدك تقوليه أنا عم بسمعك. أعوذ بالله، أي نقطع لساني من بعد كلامك يا عمي؟ ليش أنا بقدر أعرف مصلحة بنتي أكثر منك؟ إذن على بركة الله، جماعة أبو عصام رح يجوا لعندك ويتفقوا معك. أميت أهلين وميت سهلين بأم عصام وبكل اللي جايين معها. يا الله، بدي اياكي تبيضي لي وشي معهم. لما بيجوا بدي تستقبليهم احسن استقبال وتضيفيهم احلى ضيافه. ما بدي توصايا يا عمي، هدول صاروا ضيوفك من اهل البيت. يلا بخاطرك. الله معك عمي. بعت الحريم ولا لسه ابو عصام؟ اليوم باذن الله سيدنا اليوم. لا تنسى تقول لهم عن موعد كتب الكتاب. لا اليوم حيتم الاتفاق على كل شيء باذن الله. نعيمان. نعيمان سيدنا. الله ينعم عليكم. إيه هيك ها؟ طمنتني هلأ بينت إنك أنت معلم. ميرسي زعيم. الله يعطيك العافية. شرفني شريف. هيك. أعوذ بالله. ما بصير ناخذ منك. لا أبني، خذ من الزعيم ولا؟ إيه أمرك يا أبي. رونا على البيت. يلا هوام شوف إذا كان عاوزين شيء ولا لا. أمرك يا أبي. هيك زعيم. إيه والله من إيد ما نعدمها. إن شاء الله ما تواخذوا، ساتوا بقوا. بيتعلم ابو عصام بيتعلم. بس ما قلت لي امتى ناوي انت وابو شهاب تعملوا جوله على الحارات؟ مو هي هيك بدها مسكي تنفلق هي وبنتها. يا عيب الشوم عليها، هي اللي عاملت لي حالها بنت قصر. قلي لاولاد الاصول ما بيعملوا هيك مع الناس. وانا اللي رحت بذات نفسي مشان استر لها على بنتها. بهي معكم حق، بس نحن ما بدنا نكت على النار زيت يا سعاد خانوم. والرجال قروا الفاتحة. لك وحيات هدول ما بدوس بيتها لتيجي براسها تعتذر مني. يا أما خلي بنتها عندها. ولك أنا سعاد خانم ألف بيت بينفتح قدامي. صدقيني ومالك يمين علي إني بهدلتها بهدلي غسلت فيها الأرض وهي ندماني على كل شي عملته. بعدين على شو شايفت لي حالة ورافعت لي مناخيرة؟ إذا ما بتديانا نخطب بنتها تبعت خبر تقول. المهم تعرف قدر الناس وتعرف قدرها بين النسوان. شو أبو عصام؟ إن شاء الله الحريم اتفقوا بين بعضهم على كتب الكتاب والعرس والذي منه. والله شو أبو عصام؟ ما تجاوبني؟ لسه ما صار شي زعيم. ما صار شي؟ ليش الحريم ما راح لعندها؟ اسمح لي زعيم، بس يعني أنت عاطي خبر للجماعة أني أنا خاطب البنت منك؟ معلوم عاطي خبر. شو بكون يا ناس؟ احكوا، تعرفوا انتو هالحكي والغمز واللمز هذا ما بحبه. الظاهر معناتها امر البنت مو رايده جوازي زعيم. اي نعم، تركت حرمتي وبنتي الكبيره والدايه امزكي حصه على الباب وما فتحت له شيء. شو الحكي؟ انا والله يا من بكره بكير بتروحي لعندهم وبتعتذري منهم، والا والله الي تصرف تاني معك. فهماني؟ ديروا بالكم على الطريق. أنا بعرف إنه ما بدكم تنبيه، بس الدواسيس مليين الحارات. بجوز حدا يلحقكم من حارة لحارة ويعرف مقصدكم من زيارتكم للزعامات والوجاهات. لا تاكل هم زعيم، كله مرتب بإذن الله. شو أبو شهاب؟ شدينا؟ قول يا رب يا رب. خاطرك زعيم،
موفقين. دعينا. الله معكم. يلا. سلام. سلامة. شرف سيدي. مبلغ معقول، في كم حارة تأخروا بلم المصاري، بس راح يبعثوا لنا المصاري مع رجال من عنده ويسلمون لعصام. ايه الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. وين بتحبوا نخلي المصاري؟ والله يا زعيم انت اللي تلاقي لنا زين، بتحب يضلوا عندهم منك هون خليهم عندهم منك، بتحب اخذهم معي على البيت هلا باخذهم معي على البيت، بتحب يضلوا عندك ابو شهاب الدار امان. بدك عندي لعيونك زعيم. الدار امان بس الحارة لا. خير ان شاء الله زعيم خير. معناتها صاير شي بغيابنا يا سيدي. انتو طلعتوا من هون وفاتت الدورية تبع الدرك من هون، اتفتلوا بالحارة وبعدين طلعوا. انا خايف يكونوا دقدسوا علينا وعرفوا بموضوع السلاح اللي عم يوصلوا لأخواننا الفلسطينية. معقولة؟ يا سيدي وستين معقولة. لا بجوز كل الإخبارية فيها أسامينا كمان. هني قالوا انهم عم يدوروا على فراري. يطلعوا من هالبواب، الشغلة مو شغلة فرارية ولا مطلين. أنا عرفت إنه عم يعملوا كبسات على كل الحارة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. رجعتوا لنا بالسلامة. طمنونا أمحى لما الحيرة. من فضل الله شيخي أمحى. الله وكيلك ما في رجال بكل الشام، بكل الحارات اللي رحنا لها أنا وأبو شهاب ما انتخى ودفع من خاطره. في باب توما بحارة الشورى قاعدين عن غير عباية عند المختار تبعها، فتلك واحد الله يكون بعونه بالشغل عالتال شيخي. والله العظيم كل نهار بيعطي له 4-5 قروش يطالع هون، حطهم مثل ما هن على الطاوله وراح. الله يعوضهم عليه وعلى كل من بيأجر بقرش ولا بنكله. امين امين يا رب العالمين. الله يسمع منك يا سيدي. انا اسمحوا لي ابو عصام، خلي هالمصاري معك وبس يكملوا من الحارات اللي ما دفعت ابو شهاب راح يستلمهم منك. امرك سعيد اللي تأمره. السلام عليكم. الله معكم. السلام والسلام ورحمه الله. بس يكملوا المصاري تاخدون بوشك على الغوطة لعند أبو حسان والزيبة، لأنه الجماعة عم ينتظرونا. لعيونك زعيم. الله يحميكم يا أبو شهاب ويحمي كل رجال الشام واللي عم يدفع قرش مشان أخواننا فلسطين. هن المجاهدين عند ربهم، والجهاد بالمال أو بالنفس عند الله سبحانه وتعالى واحد.